بقول ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن ما عرفناش نشكره كويس ساعه لما تم افتتاح حقل زهر، ما شكرناهوش كما ينبغي. انتوا عارفين لو حقل زهر ده مش موجود دلوقتي وداخل الخدمه وبيقدم لنا طاقه بالتكلفه اللي احنا بنتكلم فيها دي، انا مش مبالغ، وكنت اتمنى ان انا اسمع ده من زمايلنا اللي العاملين في هذا المجال. صدقوني ما كناش هنقدر نشغل محطات الطاقه الكهربائيه اللي عندنا، لان تكلفه الغاز سنويا شهريا 2 مليار، اللي هو 2 مليار دولار. انا عايز اقول تكلفه تشغيل المحطات ديت بان احنا لو بنجيب غاز من بره هنجيبه تقريبا ب 2 مليار دولار، يعني في السنه ب 24 مليار في السنه فقط لشراء هذا الغاز اللي انا بتكلم عليه. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا يكون لطيف بينا خلال الظروف ديت اللي احنا ما كناش عارفين ان احنا هيبقى عندنا تسعير بالشكل ده. اوروبا سعرت على الثمن الحقيقي، الناس ما استحملتش ومش مستحمله، رغم ان هم كشعوب دخلهم اكتر مننا بكتير، هم اغنى مننا بكتير، لكن بالرغم من كده هم بيعانوا. احنا حاولنا ان ده ما يحصلش، وبالتالي ما عكسناش اسعار الطاقه على المواطنين. مش كده وبس، انا عايز اقول لكم ان في 17 مليون وحده، دي الخمس شرائح الاولانيين، مش عارف السيد وزير الكهرباء موجود ولا لا، يعني الخمس شرائح دول تقريبا بياخدوا على التسعير الغاز القديم 2.5 و3 دولار للوحده ب 50% من ثمنها اللي انتم بتعتبروه ضاغط عليكم. طب ما لو هي بقى بتمن الوحده 50 و60 و70، كانت ناس هتعمل ايه؟ وكنا هنجيب ده منين؟ انا بقول لكم ما كناش هنقدر، لكن ربنا سبحانه وتعالى بحكمته ولطفه عنا على ده. انا بقول لكم الكلام ده عشان نبقى يعني واثقين من نفسنا، وكل الكلام اللي ممكن يتقال لكم يخوفكم ده كلام انتبهوا ليه كويس. فاول حاجه احنا حريصين عليها ان احنا ما نعكسش تسعير لا الطاقه ولا السلع بتمنها الحقيقي على الناس، وده الحكومه اشتغلت عليه، ويمكن حزمه اجراءات الحمايه اللي اتعملت اللي احنا اعلنت عنها من اول هذا الشهر يمكن تكون داخله في هذا الاطار. ثم طبعا المبادرات اللي موجوده لتوفير السلع ديت في الاسواق باسعار يعني تكون مش ما تشكلش عبء على الناس بشكل كبير. يبقى توفير السلع اتوفرت، محاوله تقليل تكلفتها ما امكن وما تعكسش الاسعار العالميه، بنجري على ده عشان المواطن ما يعانيش اكتر من كده. انا بقول الكلام ده عشان تبقوا عارفين ان احنا يعني كمسؤولين حريصين على ان احنا ما تبقاش الامور الضاغطه على الدنيا كلها وضاغطه علينا كمان ان احنا نصدرها لكم بقدر الامكان.